هناك مدرستان أساسيتان في المسرح اللبناني، رجاء عساف وهو كان أستاذ ربيع مروي الذي قال ذات يوم المسرح هو أداة غربية، أداة ثقافية غربية قمعية أخذناها عن الغرب كما هي، وهي ليست من ثقافتنا، من فضائنا، من مخزوننا، وبالتالي حولها إلى 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 فن مشهدي سردي، هو مسرح الحكواتي ومسرح السرد، هو الطقوس المأخوذة من الاحتفاليات الدينية وإلى آخره. ربيع مروي الذي تأثر في رجاء عساف بعد فترة كان هناك القطيعة، قطيعة الأب مع الابن التي نجدها عبر التاريخ في الثقافة والسياسة والفن والفكر، ورفض هذا الفن وسماه فنًا ريفيًا وفنًا فولكلوريًا، وذهب إلى فن مديني اختباري إلى آخره، وأيضًا أراد أن يخرج من المسرح. رجاء عساف خرج من المسرح إلى الشعب، إلى السوق الشعبي، إلى ساحات القرى. ربيع خرج إلى المختبر، يعني عنده مسرحية هي بداية تحوله بالمسرح، بيقول تفضل سيدي إننا ننتظرك في الخارج، يدعو الجمهور إلى الدخول إلى المسرح والفنانون خارج المسرح، حاول أن يلغي المسرح التقليدي كما نعرفه. ففي هذه المسرحية في نانسي توصل إلى ذروة فنه.